من الحفلة والغنى والرقص للمستشفى بتعمل فحوصات. شيرين عبد الوهاب اسم بقى بيعمل جدل بمجرد بس ما يتقال، والناس بقت بتستنى تعرف أي حاجة عنها، خاصة بعد أزمتها الأخيرة وقصة طلاقها ورجوعها لحسام حبيب. شيرين من امبارح وهي ترند على السوشيال ميديا بعد حفلتها في دبي، واللي حصل فيها حاجات كتير جدا لفتت الأنظار ليها، من أبرزها وقوعها على المسرح واللي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قلبتها دراما ودخلوا حسام حبيب في الموضوع، مع ان كل الحكاية ان الجيب اللي كانت لابساها شيرين كانت طويلة عليها شوية، وده خلاها تتكعبل في السماعات وهي ماشية على المسرح. وبالنسبة بقى لرد فعل شيرين، اول ما وقعت قلبتها ضحك، وبعدها قامت على طول ووجهت رسالة للمنظمين وقالت بصوا رجلي اترقت ازاي، هرفع قضية لان اللي بيحصل مع الفنان ده قلة ذوق والله، شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات دي، المفروض انها تدفن في المسرح علشان المطرب ما يقعش. لكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا. شيرين كان قلبها حاسس انها هتبقى ترند، وده اللي قالته في مؤتمر صحفي بعد الحفلة، ان اكيد الناس كلها دلوقتي بتتكلم عليها، ونشرت فيديوهات كتير ليها وهي بتقع. والحقيقة انها قالت انها ما بقتش تتأثر بالحاجات دي، وانها تعودت على الوقعات دي واصاباتها، لكنها راحت المستشفى بعد الحفلة مباشرة علشان تطمن على نفسها. وكمان من ضمن الحاجات اللي لفتت الأنظار في حفلة شيرين هي عفويتها وظهورها بوزن أقل من المعتاد عليه، وكمان رقصها الهستيري في الحفلة، واللي اعتبرها البعض تعبير عن شيرين عن فرحتها برجوعها لجمهورها من تاني بعد غيابها. وفي نهاية الحفلة شيرين وجهت رسالة لجمهورها اللي سندها خلال أزمتها الأخيرة وقالت مديونة ليكم بكلمتين لازم أقولهم، قد إيه حبكم وصلي وسؤالكم، وإنتوا رجعتوني تاني للدنيا، أنا ممتنة جدا ليكم، ألف شكر على أي حاجة عملتوها علشاني، ونعم الجمهور ونعم الحب. أما بقى بعد الحفلة فشيرين قالت حاجات كتير كانت الناس محتاجة تعرفها منها، زي مثلا سبب اختفائها عن السوشيال ميديا، واللي قالت عنه إن حساباتها اتاخدت منها لكنها رافعة قضية وبتحاول ترجعهم. وكمان اتكلمت على إنها بتكتب فيلم وفي بنت هتعمل دورها وهي صغيرة، علشان ما ينفعش بنت من بناتها تقوم بالدور لأنهم بقوا أطول منها. وفي النهاية كلنا مبسوطين برجوع شيرين عبد الوهاب لجمهورها، وبنتمنى إننا دايما نشوفها في أحسن حال.